السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل بسرعه لو سمحت. الاسم لو سمحت. احمد الشمري. احمد الشمري، تفضل سؤالك يا اخي. سؤالي بسال الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، كيف الحال شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك شيخنا، انا من الناس اللي تشيعت على ايديكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ثبتك الله على الايمان. الحمد لله. وزوجتي بعد من فترة كمان تشيعت. الحمد لله. بشرك الله بالخير. الله صلى الله على محمد وآله محمد. رزقكم الله الجنة إن شاء الله، وذرية تقر بها أعينكما في الجنة إن شاء الله أيضا مع محمد. الله يبارك لنا فيك شيخنا. وحبيت أتصل لك أحكي لك عن حلم شابت زوجتي من يومين. كنا نتابع البرنامج ونامت زوجتي، وثاني يوم تصحت شوف أنه هي رايحة مع شيخ ثاني اسمه الشيخ حسين، رايحين لكربلاء. ويوم اللي فاتوا المسجد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام قاعد وأنت يمه. فهي على أيدها وليد طفل، يقولها الأمير المؤمنين أعطيني الطفل أأذن له. فيأخذ أمير المؤمنين ويأذن له ويقولها سميه محمد. اللهم صل على محمد. قوم انت تبتسم شيخنا، انت يم الامام قاعد تبتسم وتقولها الثانية سميها فاطمة الزهرة، واحنا لسه الله ما رزقنا اطفال يعني. اللهم صل على محمد. واسمح لي اقول لك بيتين شعر. الله يبارك فيكم. الله يخليك. اياسر ونادي عليا بعالي الصوت جلجلهم، افضح عائشة ونعتا وابن صهاك وعتيقهم، وذكرهم كيف فسقت أم المجرمين أمهم، وكيف بالمعصر تزينت وللكبير بفتيا ترضعهم، عتيقا المنافق سالب الحقوق عجلهم، وأبو فسوة المخنة ضارب النساء سامريهم، لله درك نادي عليا بعالي الصوت جلجلهم. بارك الله وسلم على محمد وآل محمد. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، أسأل الله تعالى أن يعلي شأنك وقدرك في الدنيا والآخرة ويحميك ويحرسك. أفرحت القلب، أفرح الله قلبك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الله يفرحك وإن شاء الله ويخليك ويبارك فيك، وإحنا معكم إن شاء الله، والله يكثر خيرك ويعطيك ألف عافية يا شيخ. الله يعافيك. شكرا لكم. أحمد، وين كلمته وسمعك؟ كيف؟ من وين؟ أي دولة تكلمنا؟ أنا من سوريا. من سوريا، أحسن، بارك الله فيك. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. اللهم صل على محمد. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصيل هذا الأخ، أصيل. السلام عليكم.